وتاريخية من تنظيم مخبر تاريخ الجزائر بالتنسيق مع مديرية المجاهدين المتحف الولائي للمجاهد وكذلك جمعية تخليل مئة نوفمبر. هذه الندوة عنوانها التحضير لاندلاع الثورة التحريرية الولاية الخامسة، وهي من تأطير بعض الدكاترة على سبيل الحصر: الدكتور بوبي عبد القادر مدير مخبر تاريخ الجزائر، الدكتور بليل عبد القادر من جامعة مستغانم، والدكتور قندوز عبد القادر كذلك من جامعة تيرت، بالإضافة إلى دكاترة بوزبوجة وكذا سميرة وكذلك الدكتور حسام، كلها تتناول الولاية الخامسة وكيفية اندلاع الثورة التحريرية. كل سنة نشارك بالكشافة الإسلامية الجزائرية في ندوات تاريخية، خاصة أن هذه السنة هي ذكرى خاصة، وهي الذكرى 70، ذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية في متحف المجاهد بوهران، بولاية وهران. الولاد تاعنا شاركوا بالمسابقات على الشهداء، داروا بحوث والحفاظ على الإرث الجزائرية، إرث الثورة، حتى نلقنه للأجيال القادمة بإذن الله تعالى ويبقى تاريخ. رانا نشاركوا في هذه الندوة، ويعني نشوفوا بلي الناس راهم عاطين أهمية كبيرة للتاريخ تاع الجزائر أكثر من الأعوام اللي فاتوا. ما شاء الله رانا نشوفوا حتى الأطفال الصغار راهم إيسون تانتيغيسي باش يشوفوا التاريخ تاع الجزائر. مادا بينا وليداتنا يتفكروا، باسكو البلاد ما جاتش غير هكا، باش راهم عايشين يعني في هاد الرفائية وهاد اللي يعني يعني داك تشوف الجزائر راها اليوم راهي يعني كنت بغيت نقول لك الجزائر راهي اليوم فخر المواطن الجزائري، والحمد لله الله يرحم الشهداء واللي راهم عايشين، ربي يطولنا في عمرهم. شارك في تنظيم مسابقة ولائية حول أحسن عمل يرسخ للذاكرة الجزائرية، من أحسن صورة، أحسن عمل مسرحي، أحسن خاطرة، وأحسن قصة، وأحسن شعر. يعني الهدف تاعها هو ترسيخ الذاكرة عند الناشئة بمساهمة يعني بالتنسيق كذلك مع مديرية التربية والإدارة، بمشاركة عدة مؤسسات تربوية، وحتى بمشاركة حتى مؤسسة الوقاية.